إليكم، يكتب الطاهر ساتي تحت عنوان شيزوفرينيا. قبل سنوات بعد أداء القسم وزيرا للسياحة، كان الشيخ محمد عبد الكريم القيادي بجماعة أنصار السنة قد حذر السياح الأجانب من مغبة التفكير في شرب الخمر، واقترح لهم لبن الإبل، ثم حذرهم من ارتداء ملابس السباحة على طول ساحة البحر الأحمر، ولم يقترح لهم ارتداء العراج والسربادوك بحيث تكون السياحة نظيفة أو كما يصفونها. ويواصل الطاهر ساتي قائلا: يومها قلت إن كل حكومات الدنيا تكتفي بمحاربة ومعاقبة معارضيها إلا هذه الحكومة الطيب شعبها، إذ هي لا تكتفي بمعاقبة المعارضين بل تحارب وتعاقب الموالين لها والمتحالفين معها. وما فرضها وزير السياحة والآثار تحديدا على جماعة أنصار السنة إلا بمثابة عقاب لهذه الجماعة وفكرها ونهجها ولشيوخها. ويدلل الكاتب على ذلك بقوله: الوزير السابق الهد لم يزر متحفا في حياته، ولم يزر بيت الخليفة، ولا يعرف عدد الإهرامات بالبلاد إلا بعد أن صار وزيرا، وليس في عدم زيارته للمتاحف أو معرفته بذلك ما يعيب، فإن نهج جماعته يسمي تماثيل المتاحف أصناما ويمنعه من الاقتراب من ذلك. فالحكومة مع سبق الإصرار والترصد وضعت الرجل وجماعته في المنصب غير المناسب. ويمضي الطاهر ساتي إلى أن جماعة أنصار السنة المسيطرة على وزارة السياحة والآثار هي الوحيدة التي أيدت بيع وهدم مسرح تاجوج بكسلة، إذ يرى القيادي بهذه الجماعة الشيخ أبو آمنة آدم علي أنه غير ذي جدوى ولا يشكل أهمية في سلم أولويات المواطن، وأن على الحكومة أن تلتفت للأولويات والتي ليس من بينها المسارح، والتي هي حد قول الكاتب أماكن للهو ولا تسمن ولا تغني من جوع. ويختم الطاهر زاويته قائلا: مع أن هذا هو نهج هذا الشيخ ونهج جماعته، إلا أنه عند كل تشكيل وزاري لا ترفض هذه الجماعة وشيوخها ما يسمونه وزارة اللهو والأصنام، مما دفعه ليتساءل لماذا لا يتمسكون بقناعاتهم ويرفضون هذه القسمة من الكعكة، يطالبون بوزارة لا تدخلهم في حرج مع تلك القناعات. ويجيب الكاتب عن تساؤله: ليست هنالك إجابة غير أنها من محن الحكومة وشيزوفرينيا الشيوخ.